صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم اثنان لسنه الفين واربعه بتعيين مديرين في وزاره التربيه والتعليم وذلك بناء على عرض وزير التربيه والتعليم جاء فيه يعين في وزاره التربيه والتعليم كل من السيده نسرين عبد الرضا علي مديرا لاداره العمليات التعليميه المنطقه الثانيه السيده امل عبد الله خميس الكعبي مديرا لاداره العمليات التعليميه المنطقه الرابعه